صحيح ميسون، لكن الحديث عن مقترح التهدئة أثار ردود فعل متباينة في الداخل الإسرائيلي، وخرجت بعض الأصوات المعارضة لأي مهادنة، إذ اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد بتسليل سموتريتش أن حزب الله وحده سيكون المستفيد من وقف النار، داعي الحكومة لعدم السماح له بالتعافي والاستمرار حتى سحقه. أما زعيم المعارضة الإسرائيلية إير لابيد فكان أكثر ليناً مع التواصل لاتفاق تهدئة، لكنه قال أنه يجب أن يكون مقترحاً لسبعة أيام فقط وليس كما طرح ب 21 يوماً. فيما نفى وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالأساس إمكانية أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وأكد أن القتال مستمر مع حزب الله حتى النصر. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزيرة المستوطنات قولها أنه لا يوجد تفويض أخلاقي بوقف إطلاق النار لأي فترة كانت، بينما قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار دون أي تنازل ملموس من جانب حزب الله خطأ جسيم. وانتقد رئيس حزب اليمين الرسمي وقف إطلاق النار المحتمل بدعوى أن حزب الله سيكون المستفيد الوحيد منه.